في قلب المدينة القديمة بدمشق بترفع مجموعة من الرجال تجمعهم غرفة واحدة بالمسجد الأموي أذاناً للصلاة ينفرد به المسجد القديم. وفي مختلف أنحاء العالم الإسلامي بيؤذن للصلاة شخص واحد بصوت قوي وجميل، لكن الأمر مختلف في الجامع الأموي، إذ تردد المجموعة الأذان بإيقاع فريد في تقليد ممتد على مدار الزمان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله. الأذان الجماعي يخترعوه، يقال أنه طلع قول من عهد الصحابة أو من عهد الأمويين. هذا الأذان الجماعي الغاية منه، الأذان الجماعي من شان يوصل لأبعد مدى. ما كان في جوامع حوالي دمشق، كان كله بساتين، ما كان فيها العمار، كان يوصل الغاية منه أنه يوصل أبعد مدى من الصوت. الله في قلبك يا رب. مأذنة العروس، هي مأذنة العروس، كانوا يؤذوا عليها أذان جماعي، أذان جماعي، ويفتوا حول المأذنة. عنا مأذنة الشرقية، مأذنة سيدنا عيسى، يطلع عليها واحد يأذن فردي ويفتل مشان يوصل الصوت بكل اتجاه. وعنا مأذنة الغربية هنا كمان نفس الشيء، يطلع عليها يأذنوا أذان فردي ويفتل حواليها مشان يودي الصوت بإذن الله تعالى. عليك صلى الله يا ابن عبد الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا سيدي. عليك صلى الله يا ابن عبد الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك، عليك صلى الله يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك أيها النبي. أنا متعلم من وقت ما كنت صغير، يعني من والدي. أنا كنت أطلع مع والدي على مدينة العروس، كنت ولد يطالعني معه، ما كان في مكبرات للصوت، كانوا يأذنوا بالمآذن يعني. فكنت أطلع، كنت طفل صغير أطلع معه، فلذلك أذان الجوقة يعني معي من الصغر. طبعا أنا ما كنت مؤذن سابقا، أنا جيت الجامعة هون وصرت أصلي بالمسجد سبحان الله. شوي شوي صرت فوت على غرفة الأذان، كان المؤذنين القدامى، الحكي بالتسعين أو 89، 1990 تقريبا، صار لي حوالي 32 سنة. وشوي شوي سبحان الله تعلمت نغمات الأذان وصرت أذن مع الجماعة. أنا فردي ما بعرف أذن صراحة، مع الجماعة مع الجوقة بقدر أذن مع كل المقامات يعني.